السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم النص الوظيفي الأول في الوحدة السادسة، دائما واحة الكلمات العربية للسنة الرابعة بطبيعة الحال. إذا سنجيب عن أسئلة الصفحة 188 189. إذا نبدأ بالتهيئة للقراءة. أتحدث عن أهم المناطق السياحية في قريتي أو في مدينتي أو جهتي بطبيعة الحال. إذا كل يعني متعلم ومتعلمة فهو غادي يهضر على الأماكن ولا المناطق السياحية في المدينة ديالو ولا في القرية ولا في الجهة ديالو. أقرأ العنوان ثم أتوقع سؤالا يجيب عنه النص. إذا بطبيعة الحال إذا قرينا العنوان السياحة يعني السؤال الذي يطرحه يعني أو يتبادر إلى الأذهان هو ما معنى السياحة؟ ما معنى السياحة؟ إذا ربما النص سيتطرق لمفهوم السياحة أو لشرح معنى السياحة. إذا سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا النص. تابعوا معي النص. السياحة هي السفر بهدف الترفيه أو التطبيب أو الاستكشاف أو غيرها من الأنشطة التي تحقق الاستمتاع بدنيا وذهنيا ونفسيا. وتشمل السياحة أيضا توفير الخدمات للسياح من نقل وإيواء وإطعام وبرامج الترفيه أو برامج الترفيه وزيارات المواقع وبخاصة الأثرية منها. عندما يفكر الكثيرون في السياحة تنصرف أذهانهم عادة إلى نوع واحد من السفر وهو السياحة الترفيهية، بينما هناك أنواع كثيرة تختلف باختلاف الغرض المحدد لها، ومنها الدينية كزيارة الأماكن المقدسة والثقافية كمشاهدة المآثر التاريخية والمنشآت العملاقة والتعرف على التقاليد واللغة والموسيقى، ومنها أيضا المحلية والإقليمية والدولية، كما أن هناك الموسمية والعابرة. إذا تظل صناعة السياحة مكونة من كل الأعمال التي توفر السلع والخدمات الخاصة أو الخاصة بسائحين، فهي تشمل الخطوط الجوية المحلية والدولية والخطوط البحرية والنهرية والسكك الحديدية والحافلات وسيارات الأجرة والفنادق والشقق ووسائل الإقامة الأخرى والمطاعم والأندية ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات الترفيهية والمسارح ودور السينما والمعارض والحدائق الوطنية وصانع الهدايا التذكارية وبائعها ومراكز الإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات الأخرى. توفر السياحة الكثير من فرص الشغل، لكن معظم الأنشطة السياحية موسمية بحيث تكون الزيارة لمكان ما مكثفة في موسم معين، وخاصة شواطئ البحار وأماكن التزلج. ولا شك أن ذلك يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على العديد من الأماكن ذات الاستقطاب السياحي الموسمي، غير أن النشاط السياحي رافقته عدة مشاكل، فقد أدى تكاثر الفنادق غير المنظم في المنتجعات السياحية مثلا إلى مشاكل عديدة، منها تحطيم الكثبان الرملية الساحلية، تلويث مياه السباحة. لذلك تنظم الحكومات وصناع الخدمات السياحية حملات لبناء سياحة بيئية مستديمة. إذا هذا هو النص. بالنسبة للسؤال الأول، أشرح الكلمات التالية باستعمال قاموس. السياحة، السياحة هي السفر. الاستقطاب هو الجذب، الاستقطاب هو الجذب. حملات هي توجهات وحركات. الاحتكاك بطبيعة الحال يمكن أن نقول بأن الاحتكاك هو يعني التماس أو يعني التفاعل المباشر. إذا التفاعل. السؤال الثاني، أحدد المعنى المناسب لكلمة ساحة في الجملتين التاليتين بالاستعانة بمفاتيح السياق. إذا ساحة، الماء على الأرض، الماء على الأرض يعني انسكب، انسكب الماء على الأرض. ساحة، الرحالة ابن بطوطة في البلاد
يعني سافر جال أو زار. إذا سكب سافر جال أو زار. السؤال الثالث، عرف الكاتب السياحة بأنها السفر من أجل البحث عن العمل، أو السفر من أجل استكشاف، السفر من أجل الاستمتاع، أو السفر من أجل الدراسة. إذا تطرق الكاتب إلى السفر من أجل الاستمتاع، أو عرف السفر الذي يروم الاستمتاع والاستجمام. أحدد الفقرة المناسبة للفكرة التالية، بيان بعض مشاكل النشاط السياحي. إذا هذه الفكرة إذا جاءت في الفقرة الخامسة. إذا أضع أمام كل خدمة سياحية الموظف المسؤول عنها. إذا لدينا مجموعة من الخدمات، إذا بيع التذاكر وتنظيم الرحلات، إذا دور موظفة الوكالة السياحية، إذا هنا كتبنا دال. الترحيب بالسياح وضبط المواعيد، إذا دور الموظف الاستقبال، إذا جيم، اكتبوا جيم. الإشراف على خدمات الإشهار السياحي، إذا دور المسوق السياحي. مرافقة السياح إلى المواقع السياحية، إذا دور المرشد السياحي. السؤال السادس، السياحة الموسمية تكثر بالمناطق، إذا الشاطئية بطبيعة الحال، لأنها تكون يعني في وقت أو في يعني خصوصا موسم الصيف. السؤال الأول، في وركب ألخص فقرات النص كتابيا في عناوين رئيسة. إذا العناوين الرئيسة ل إذا تلخيص النص، إذا العناوين الرئيسة للفقرات. إذا بالنسبة للفقرة الأولى، إذا كفكرة رئيسة غادي نقولوا تعريف الكاتب للسياحة، إذا هذا العنوان ديال الفقرة الأولى. ثم وتحديد أهم أهدافها، يعني أهداف السياحة. إذا أهداف السياحة جاءت في الفكرة أو الفقرة الثانية. ثم كذلك إذا و إذا تبيان، إذا في الفقرة الثالثة بين لنا أهم يعني القطاعات وأهم المجالات التي تتداخل، إذا من أجل توفير سياحة إذا مفيدة بطبيعة الحال. وتبيان أهم مظاهر السياحة. وبالنسبة للفقرة الرابعة، الانعكاسات ديال السياحة وانعكاساتها. إذا الانعكاسات ديال السياحة على البلد، يعني من خلال توفير فرص الشغل إلى آخره. إذا هذه الفقرة الرابعة. وختم، إذا في الفقرة الخامسة ختم نصه، يعني الكاتب ختم نصه ببيان، إذا ببيان أهم، إذا أهم مشاكل القطاع السياحي. إذا إلى لاحظتوا فالتلخيص ديال النص اعتمد فقط على عناوين رئيسة للفقرات. إذا تعريف السياحة الفقرة الأولى، أهداف السياحة الفقرة الثانية، مظاهر السياحة الفقرة الثالثة، الانعكاسات ديالها في الفقرة الرابعة، والمشاكل ديال القطاع السياحي في الفكرة أو الفقرة الخامسة. إذا أبدي رأيي في المعلومات التي أوردها الكاتب في الفقرة الثانية. إذا الفقرة الثانية، إذا هنا كيهضر الكاتب على أهداف السياحة وعلاش كنديروا السياحة. إذا أتفق مع الكاتب بطبيعة الحال، لأن ما أدرجه في النص يعتبر صحيح، وتتعدد الأهداف من السياحة يعني المقصود والهدف المرجو من السياحة حسب كل شخص. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا إن شاء الله يتجدد مع فيديو آخر دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.